بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أحيي هذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة الراكعة، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشهد الله جل وعلا على محبتكم في الله، وما أتينا إلا محبة بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا بكم في أعالي الجنان. فجيناكم وكلنا شوق لكم وللجلوس معكم ولرؤيتكم، فأتيت معي أحباب قلبي الشيخ والقارئ عمر أحمد والشاعر فيصل الدهنشي. فنبدأ الآن أمسية شعرية وأمسية إيمانية. نبدأ الآن الأمسية الشعرية مع أخونا فيصل الدهنشي. تفضل يا فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أهل بريدة؟ غاليين على قلوبنا من زمان، نتمنى جيتكم والله من أول. هذه الفرصة السعيدة أن نشوفكم، والله يجزى الأخوان خير على هذه الجهود الجبارة، والله يكتب في موازين حسناتهم إن شاء الله. طبعاً كلمني الشيخ صلاح، كنت في دوامي اليوم الظهر وطلعت بقية تعبان، ويدك علي الشيخ صلاح الله يهديه، يقول فيصل الآن متوجهين لبريدة ويبون شاعر يتبشرون أهل بريدة، هم يمروني وأنا أخذه. وبالطريق كتبت لكم قصيدة عساها تحوز على حسن استماعكم إن شاء الله. الله يجزاكم خير. يقول البارحة والعرب بالشعر مغتوى، البارحة والعرب بالشعر مغتوى، والصمت يجبر لساني ما أكلمها، لأن الشعور بدالك حلوه ومره، الحق لازم تقوله وانت حاشمها. يا هاجسي ما يفيدك خيره وشره، منه مضى انقضى والقرم يفهمها، دامك هنا لا تكر البال وتفره، قدامك اللي يسر البال مقدمها، في ملتقى الفائزية جيت والحرة. في ملتقى الفائزية جيت والحرة هدت على الشاردة والحر يا سمها، على طريق القوافي أرمي الصرة، وبعد الأوراق شعري ثم لملمها، أنقي الوافية المعانق الدرة اللي يتجمل حضوري يوم أقدمها. هم صراحة حددولي هم الربع، توقعت انه مكرم من كذا، قالوا لك 8 دقائق. ايه يعذروني، لكن انا ابشر عليكم اللي تبونه بعطيكم. انا صراحه مجهز قصايد، لكن دام انها 8 دقائق او 10 دقائق اليتو نبي غزل اعلى عاد قلت خبر يطلع ابشر غزل طاعه. ها طيب غزل عذري ان شاء الله. ايه يقول يا قاهر العذال وان جيت عابد، لا تحسبني في ضح الوقت ناسيك، انا من اللي يبهرون المنابر لصارت الدعوه تسرك وترضيك، وانا من اللي يعشقون المثابه لصرت تعلم بالمحبه تحديك، مجنون لكنك بدنياي خابر، اني على حبك ووصلك اباريك، اكابر اللي في زمانك يكابر واكسر حواجز ثابته في مماشيك، واللي اضواك الحزن ثم صرت دابر، ما اقول غير الله يجيبك وراعيك، شفت الكويت شلون تحزن الجابر، هذاك حزني لان والضيق ياتيك، صابر على بعدك وفرقاك صابر، حتى لو ان عروق قلبي تناجيك،
دام زمانك كريش العين غابر، الله يعين القلب لا صار يبغيك، يشوق نيلك شوق جزل المحابر، في شوق صفحة من كتابات مغليك. ها اللي تبغى جاهزين لكم، انا كل لكم اللي هي. الله يسلمك. يعني جازتهم شوي حب ضروا يعني بول نوى طالما. ها؟ يقول صيغة خاصة، يقول ثابت على منهج الوافين ومحايد، ثابت على منهج الوافين ومحايد، والحق دايم أقوله لو على نفسي، غرست برض الصداقة بضري الفايد، وعشرين عمري تعدى ما طلع غرسي، أثر لوادم رضاها بس من كايد، ولا تحفظت من رداها حملة الترسي، تعطي جزيل العطاء ما ترقب العايد، ومع مر الأيام تصبح عندهم منسي، يد الحقيقة مكانك بالزمن بايد، غطى عليك النفاق وحضرة الكرسي، درسني أبوي حال الناس للقايد، والحمد لله كبرت وحافظ درسي، مثل النوايا شموخي بينهم سايد، أرسي بقولي وفعلي مثل ما ترسي، لا ما تهاون بضحكة سن ومعايا، تعرف إثبات النوايا ما بطل حدس. يقول لك يا رفيقي، وإن شكيت البعد وأسلوبي فرق، لا تظن إني نسيت وضعت في جو الغياب، لا تقول البعد شوفه من سبايبكم حرق، قلبي وسالت دموعي راجي طيب وثواب، قول عندي يا جروحي شخص يسواله فرق، لا نخيته ما يفكر غير في طرد المصاب، وابشر بفزعة رفيقك لا غدا وقتك درك، ما تهاون في مجيئي لو سواد الرمش شاب، البحر ما ينقذل لي وسط غباته غرق، وانت شخص في بحوري عمت يا رجل الصعاب، في يمينك روح شاعر لو على الجزلة زرق، يودع كبار المعاني تحمل الفكر الصواب، لا طرق نهج جديد الخلق من نهجه ترق، يلضم بيوت القصايد بين ما لذى وطار، القلم يسمو شعوره لا لقى لمة ورق، والفكر يرقى ويرقى لين ما يصل سحاب، يا رفيقي وانت ضم في سما قلبي برق، لا تظن اني نسيت وهاك مضمون الجواب. ماخذ الوالد الله يحفظها، وكانت آمين شوي تعبانة، وكنت أطوف فيها بالحر، ورحنا للمسعى للصف المرو، وجالس أدف الوالد بعربية، قدم الله يوفقك قدم، معليش معليش يا شيخ أنا قطعناك شوي يا أبو كم كلمات أجل اسمعها القاعة. طيب كنت في الوالد الله يحفظها بالصفا والمروة، فكان موقف عجيب، الناس تحل سبك، وأنا جالس أشوف الكعب على اليمين اللي منظر صراحة ينفج العين، الناس في تطوف الزحمة وكذا، فالله المستعان الناس تهلل، وطلع لي بيتين ارتجالية، قلت تنكت على أمي، قلت يمه ذكرتك، في أول قلت يمه دفت والخلايق يطوفون، واجري على الله كان ملحق فجرك،
يا الغالية نورك سطة عالية الكون لين أبو سعات الفضاء بان بدرك. قالت يوم بيتي تكفى خلنا من القصيد هذا اللي سبب يا رجعت الفندق سويت تبي. قلت أبي أشتري. يوم رجعت الفندق وقلت كملت قلت يوم ما ذكرت زو خلاي وطهور واجري على الله كان ما نلت أجرك. يا الغالية نورك سطة عالية الكون لين أبو سعات الفضاء بان بدرك. لو بز من غدر يسر قلب محزون كان استبيحيني غدر طال عمرك يلي وضعتي في سما قلبي مزون وصارت تهل من الغلا لين أبرك من طيبتك كل الذي شفته يهون ما حد صبر من طيبتك قد صبرك حتى النساء صاروا يروحون ويجون ما فيهم اللي بالصبر طال شبرك يا الله قدرك بلحق أقولي شلون قدرك كبير ورب يعلم قدرك الناس راحت ما وجد من يعزون واللي بقى ناس ما يسوون ظفرك يبدأت من هو يشغلنا يقولون يلي بوسط البيت بواح عطرك اللي تبينه يا صوت لو في عيون كلي انا يا الغالية تحت امرك. اخوان قضية مهمة هو بختم فيها ان شاء الله هي الله يبارك ان شاء الله تربة اخواننا في الشام ولازم الواحد ينصر حتى لو بلسان فاقول إلى متى نسكت على الذل والعار؟ إلى متى نسكت على الذل والعار؟ وإلى متى ضعف الهمم يحتوينا؟ تهدم بيوت وتنقصف دونها أعمار ولا كل شيء صار بالمسلمين. تهدم بيوت وتنقصف دونها أعمار ولا كل شيء صار بالمسلمين. لو عزاك إن إخواننا ما لهم ثار ويران للشبيح أكبر عوينا. وحنا على رجوة مذيعين الأخبار هم من يغادرنا وهم من يجينا لو الله إلا روحت فزعة الجار من يوم ما لا ذوب هم عارضينا يا شام يا شام لا تبكي على زود الأبرار حنا نبيك بشوق وانت تبينا شفنا وقفنا كلنا صغار وكبار ولجلك رفعنا صواتنا مع يدينا ندعي لك الله بالفرج سر وجهار لو كان خذلان العرب يعترينا لكن عسانا نار الدحياض الاخطار وكون لك يا شام حصن حصين. سلامتك. صح لسانك اخوي فيصل بين الله وجهك ما قصرت. الان نبدا احبتي في الله بهذه المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى ولا شك على الانسان ان ينصر هذا الدين بكل شيء بكل ما اعطاك الله من قوه بلسانك بقلمك عليك أن تخدم هذا الدين وأعظم شرف أن تكون خادم لهذا الدين وأن تكون من أنصار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فنبدأ كلمتنا بتلاوة عطرة مع أخونا عمر أحمد العلجي فضل أخي عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله من يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات
أما بعد، هذه القلوب أحبتي في الله، وأنا أجزم أنها اطمأنت. وما ذلك أحبتي في الله إلا لعظم كلام ربي سبحانه وتعالى. فوالله الذي لا إله إلا هو إن الدنيا لن تطيب إلا بذكره سبحانه وتعالى، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته سبحانه وتعالى. ما أعظم أحبتي في الله هذه المجالس. والله لو تأملنا في عظم هذه المجالس والله لبكت هذه العيون، كما بكى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام أتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه جماعة، صلوا على من بكى شوقا لرؤيتكم. فأتى إلى أبي بن كعب قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة بينة. فقرأ السورة كاملة، ثم قال أبي بن كعب: يا رسول الله، وسماني باسمي الله جل وعلا، سماني باسمي؟ قال: نعم، وسماك باسمك. ثم بكى أبي بن كعب كأن لسان حاله يقول: من أنا حتى يذكرني الله سبحانه وتعالى؟ اعلموا أن الله سبحانه وتعالى الآن يذكركم في الملأ الأعلى. يقول ربي سبحانه وتعالى: فاذكروني اذكركم. فالله جل وعلا الآن يذكرنا في الملأ الأعلى. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا يسعد قلبي وقلبك إلا بهذه المجالس، ذكر الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة بلسم لهذه القلوب. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتأملوا يا جماعة في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. يا جماعة قل هذه الكلمة، قل لا إله إلا الله. الله أكبر. أنت الآن تستطيع أن تقول هذه الكلمة، أنت الآن تستطيع أن تقول سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ولكن الآن في هذه اللحظات هناك أناس يتمنون أن يقولوا هذه الكلمة، هناك أناس في قبورهم أحبتي في الله وفي ظلمة القبور والله يتمنون أن يقولوا لا إله إلا الله. أنت الآن قلتها، وما أسهلها على هذا اللسان. ولكن هؤلاء أحبتي في الله يشتهون هذه المجالس، هؤلاء يشتهون أحبتي في الله ولو ركعة واحدة. ولكن صدق ربي لما قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. والله يا جماعة يشتهون هذه المجالس. كان
عبد الله بن عمر يبكي بكاء شديدا. يقال له: يا عبد الله ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يحال بيني وبين ما أشتهي. يقال له: يا عبد الله وما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقول لا إله إلا الله فيحال بيني وبين لا إله إلا الله. اسمع وتأمل ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء القبور، ماذا يتمنون لو رجعوا لهذه الدنيا؟ يتمنون عمل صالح. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا تقريبا 5 أو 6 دقائق، وحنا رايحين المسجد لقينا مجموعة شباب على الرصيف، فقلت للإخوان لابد أن نأتي هؤلاء الشباب نوقف معهم ونقول: يا شباب تعالوا صلوا معنا. الشاهد يا جماعة جيناهم ونزلنا عند الشباب، تقريبا عددهم يمكن من 8 إلى 10. ضحكنا معهم، سولفنا معهم شوي، قلت: يا شباب، وسلمت عليهم، قلت: يا شباب الآن في كلمة لمسجد لي، وبعدها جلسة في الاستراحة، ونبيكم تروحون معنا. الشباب فيهم خير والفطرة موجودة ولله الحمد والمنة، قالوا خلاص وراحوا معنا المسجد وجلسوا معنا وحضروا هذه الكلمة وحضروا أيضاً كان في الاستراحة. الله يا جماعة ما تدري يا عبد الله، قد يكون هذا اليوم وهذه الليلة هي آخر ليلة في حياتك. فالإنسان لابد أحبتي في الله أن يكون دائماً مستعد لهذه اللحظات، لأنك سوف تمر بها. الشاهد يا جماعة الساعة 2 ويجي اتصال: فلان ابن فلان من ضمن الموجودين اللي كانوا في الشارع واللي حضر معنا الكلمة، ايش فيه؟ قال: كان ماسك رجل صناعية ودعم واحترق داخل سيارته. وقبل شوي يا جماعة كنت مواجهة ويدي سلمت عليه، هل جاء في باله ان اللي يموت؟ هاي ابو حنان احترق ترى هو حي، هو حي، ها؟ حي. يقول الرجال انه اخر مثال حتى لا اله الا الله يا اخوان. هل كان يتوقع ان اللي يموت؟ هل جاء في باله ان اللي يموت؟ والله الذي لا اله الا هو ان لم يخطر في باله هذا الشيء. ترى يا جماعه كان مثلي ومثلك عيد، ترى كان عنده أشياء يسويها بكرة، ولكن أتى هذه اللذات وقطع عليه تلك اللذات وتلك الشهوات. ولكن أحبتي في الله حقيقة هذه الدنيا، الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله لماذا خلق هذه البشرية؟
ما خلقنا إلا من أجل أمر واحد، اسمع وتأمل ماذا يقول الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله، خلقنا الله أحبتي بالله من أجل أن نتعرف عليه، خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجل أن نعبده ومن أجل أن نوحده سبحانه وتعالى. الله ما خلقنا ليستكثر بنا من قلة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله ما خلقنا ليستقوي بنا من ضعف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل أنا وأنت بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله في الحديث القدسي، وتأمل معي يا عبد الله هذا الحديث العظيم، يقول الله: يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أسألك بالله يا شاب، أسألك بالله يا من انغمست في الشهوات، هل سألت الله الهداية؟ هل سألت الله جل وعلا هذا الطريق العظيم الذي مشى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، تأملوا في العظمة يا جماعة. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، شوف الرحمة، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، لو كل العالم مثل فرعون، ولو كل العالم خرجوا في الشوارع وكل منهم قال أنا ربكم الأعلى، الله يقول ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني أعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، وتأمل يا عبد الله في آخر هذا الحديث، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. متى؟ يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله أحبتي بالله غني عني وعنك، نحن عباد فقراء، والله سبحانه وتعالى غني عني وعنك وعن طاعتي وطاعتك. الله جل وعلا أحبتي بالله ما خلقنا عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله ما خلقنا عبث، بل الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل أن نتعرف عليه. يا جماعة، تكفون تكفون، لابد أن نتأمل في سيرة أعظم من وطأت قدمه الثرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل في حياته، تأمل يا جماعة كيف عاش. نبيكم عاش يتيما، عاش فقيرا، مات وهو مديون،
مات نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. تقول أم سلمة أو إحدى زوجاته أنه لم يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت آل محمد نار. ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار. في يوم من الأيام أتت فاطمة إلى أبيها محمد عليه الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين، وأتت بكسرة خبز. كم نحن نتقلب بهذا النعيم، لكن إلى الآن ما وجدنا حلاوة الإيمان، لم نذق حلاوة الإيمان. فأتت إليه بكسرة خبز فأكل هذه الكسرة، ثم قال: آه يا فاطمة، منذ ثلاثة أيام لم يدخل إلى جوف أبيك شيئا، ثلاثة أيام لم يأكل شيء، ولكن ما نظر إليه الصحابة إلا إيه جماعة؟ إلا مبتسم. ليش؟ لأن له علاقة مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا اللسان ذاكر لله جل وعلا. اقرأوا سيرته، اجعلوه قدوتكم، لا تجعل قدوتك فنان. كم نرى الآن من شبابنا يتشبه بالغرب في لبسه وفي شعره وفي هدامة، لكن ما تأثر بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما تأثر بسيرته ولا بأخلاقه ولا في لبسه ولا في تعامله. تأملوا في سيرته يا جماعة عليه الصلاة والسلام. أسألك بالله يا شاب، تخيل اليوم أنت الآن رحت البيت وإذا الباب يطرق عليك، الباب يطرق عليك، فتحت الباب وإذا أمامك محمد صلى الله عليه وسلم ويبي يدخل في بيتك. كل واحد لابد أن يجيب على نفسه، هل تجعل حبيبك محمد يدخل في بيتك أو تقول له لا اعذرني؟ ليش؟ كيف تدخل في بيوتنا وهي غير لائقة بمقام حبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ فيها دشوش، فيها أغاني، فيها صور، فيها لبس، وفيها شيء أحبتي بالله يغضب الله سبحانه وتعالى. لكن من كان مطبق لسنته عليه الصلاة والسلام يقول: تفضل بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لكن من ترك سنته مستحيل أن يجعل حبيبه عليه الصلاة والسلام يدخل. ليش؟ لأنه قال حديث وعرض لهذه الأمة، والله بئس لهذه الأمة، ثم بئس لهذه الأمة إن لم تتبع سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال حديث يا جماعة مدخول الجنة، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كم منا من تخلف عن سنته؟ كم منا أحبتي في الله من تأخر عن نصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن أردت محبة الله سبحانه وتعالى فاتبع سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، يحبك الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فأحبتي في الله، أما اشتاقت قلوبنا لرؤيه الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ والله الذي لا إله إلا هو أن في يوم من الأيام في مقبرة البقيع كان يبكي، وقالوا: يا رسول الله، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: وددت أن أرى إخواني. قال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا نحن إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني يأتون من بعدكم، آمنوا بي ولم يروني. فهو يبكي شوقا لرؤيتكم، ونحن نتأخر عن نصرته، ونحن لم نقرأ سيرته. اسأل
اي شاب مصيبه والله يا جماعه اسال عن لاعبي ريال مدريد النصارى عليهم من الله ما يستحقون يعد لك اياهم واحد واحد وانتقالاته وكم جاء وكم ياخذ وكم راتبه لكن اساله عن حبيبه محمد عليه الصلاه والسلام ما يعرف شيء ولا هو مطبق شيء لسنته والله احبتي في الله اول سؤال تسال في قبرك من ربك ما دينك من نبيك فعلى قدر معرفتك بالله وانت فوق الارض على قدر جوابك وانت تحت الارض على قدر تمسكك بدين الله سبحانه وتعالى على قدر جوابك وانت تحت الارض على قدر تمسكك بسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام يكون الجواب في القبر فلا نتأخر حبتي في الله عن نصرته واتباع سنته اتبع سنته يا عبد الله كم الآن نشاهد من الموضات كم من قلد هؤلاء الغرب ومن تشبه بقوم هذا كلامه هو عليه الصلاة والسلام فهو منهم والمرء يحشر مع من أحب فإذا كان لاعب أو فنان أو مطرب قدوتك والله أنك تحشر معه يوم القيامة لأن المرء مع من أحب يوم القيامة فهل تريد أن تحشر مع هؤلاء النصارى؟ أم تريد أن تحشر مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فأحبتي في الله لابد أن نعلم حقيقة هذه الدنيا وأننا في هذه الدنيا ضيوف وما على الضيوف إلا الرحيل حنا جيناكم اليوم من حبر الباطن وبعد نص ساعة ماشي ما نقعد من هذه ديرتنا فهذه وصية من حبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام أتى إلى عبد الله بن عمر وقال يا عبد الله وأخذ بمنكبيه قال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو إيش أو عابر سبيل فأخذ هذه الوصية عبد الله بن عمر وقال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت احنا الحين أمسينا فلا تنتظر الصباح تفكروا يا جماعة من كان يجي معك في هذا النادي تذكر من كان يضحك معك تذكر من كان يعزز لك وين هم الآن يا جماعة؟ هم الآن في ظلمة القبور هل فكرت يا عبد الله في أول ليلة في القبر كيف تعيشها؟ هذه الليلة بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء ورثى فيها الشعراء وصنفت فيها المصنفات وهي أول ليلة في القبر والله سوف تعيش هذه الليلة الآن نحن نسمع عن هذه الليلة وعندنا علم يقين ولكن سوف تراها بعين اليقين يقول الحسن رحمه الله ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما ليلة يبيتها مع أهل القبور وليلة صبيحتها يوم القيامة فكيف يكون حالي وحالك في هذه الليلة هذه الليلة يا جماعة أبكت عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العابد في يوم الأيام اشتكى إلى أحد أصحابه قال لم أنم البارحة أرقا أي سهران قال لي رحمك الله قال تفكرت في القبر وساكنيه ثم بكى بكاء طويلا وقال كيف لو رأيتني في القبر بعد ثلاث ليال فايز الحربي رجل داعية في إحدى القرى في قرية صغيرة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى داعية أنشأ حلقات قرآن في هذه القرية أنشأ مجالس ذكر استقام عليه فلان وفلان وفلان يوم من الأيام كان في الطريق ومع زوجته وابنائه تأملوا بهذه القصة يا جماعة وهو ماشي كأنه لقى في شيء على الشارع كان يؤذي الناس فنزل فايز وكان يوم الاثنين وكان صايم
هذا اليوم ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. نزل بيشيل هذا الشيء، شاله وتصدر سيارة ويموت. تخيلوا جماعة قدام أهله صار هذا الموقف، مات فايز، مات هو داعية، مات وهو أنشأ علاقات، مات واستقام عليه ناس، مات يوم الاثنين، مات وهو صايم. الشاهد رأوا فيه رؤيا في المنام، والرؤى لا يخذ بها حكم شرعي، ولكن قد تكون هذه من المبشرات، لأن الله يقول على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. قال العلماء أن البشرى هي الرؤى الصالحة، فرأوا فيه أهل رؤية في المنام، ها يا فايز وصار معك، وهو سوى كده كأنه كان في هم، ثم فرج الله عنه، قال بشركم وضعي طيب، لكن قولوا لجماعتي وقولوا للناس وقولوا للشباب، قولوا للناس إن الحساب دقيق، قولوا للناس إن الحساب دقيق، والله يا جماعة إن الحساب دقيق، والله سوف نسأل عن كل كبيرة وصغيرة. فوربك لنسألنهم أجمعين عن إيش؟ عما كانوا يعملون. تسأل عن كل شيء عملته، تسأل عن كل موسيقى وضعتها لجوالك، تسأل عن كل مقطع رأيته في اليوتيوب، تسأل عن كل نظرة نظرتها إلى الحرام، كم كحلت عينك الحرام. ربي الآن يعلم، وما أعلم ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين. عينك الآن تنظر إلى شخص، بعضهم ينظر نظرة إعجاب إلى المردان، والله لتحاسب على هذه النظرات، ولكن بعضهم ينظر وتأمل في خلق السماوات والأرض، والله أنك تؤجر يوم القيامة. فعلينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الحساب دقيق أحبتي في الله، وأن ربي سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فربي ما يظلمك، والله اللي عملته اليوم وأمس ومن 7 سنوات تجده يوم القيامة في كتاب لا يظلم ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. كم فعلنا من المعاصي نسيناها ولم نتب منها، ولكن اعلم أنها قد كتبت عليك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه الدنيا سحارة، لا تغرك هذه الدنيا. في يوم من الأيام أتى زين العابدين إلى مقبرة وتأمل في أحوال أهل القبور، ثم أنشد هذه الأبيات، تأملوا يا جماعة. قال زين العابدين: تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدني، وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، الراحة منها بغير القطن والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها
إلا راحة البدن. كل القناعة تأمل في من مضى، تأمل أين فرعون، أين هامان، أين قارون، أين القذافي، أين هؤلاء الطغاة، من أهلكهم، من أخذ بهم؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا قوم كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فلا عز إلا في الطاعة. وإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن يا أخي الكريم، تأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، وتأمل في جوده، مهما عملت مهما سويت، تأمل يا جماعة في رحمته. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على كلام الشيخ القبر والموت. كل إنسان جالس بيننا الآن وده يتوب، وده يرجع إلى الله. سمعنا من الله عز وجل تبارك وتعالى يناديك أنت. الله تبارك وتعالى في الآية هذه ما ينادي المطاوعة ولا أهل الصلاح. الله عز وجل تلطف الملك جل وعلا بألطف العبارات، لك أنت يا عاصي، لك أنت يا مذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كل إنسان فينا يا أخوان لم تجتمع، يوم تجتمع عليه الذنوب والمعاصي تضيق في الدنيا، يجيك تكفى يا شيخ ضايق فيني، تعال واسمع كلام الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. في هذه الآية يا أخوان ترى الله عز وجل ما يقول عنك ذنب واحد يا أهل الذنوب. الله عز وجل قال في معنى هذه الآية ينادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الذين وصلوا ذنوبهم إلى عنان السماء. أنت وش سويت؟ وش سويت؟ عصيت؟ زنيت؟ عقيت؟ تركت صلوات؟ اسمع إلى هذا الرجل. هذا الرجل جاء إلى أحد العباد وقال إني قتلت 99 نفس. هل من توبة؟ نسمع هذا الكلام، نسمع هذا الحديث، دائما يذكرون الخطباء والدعاة، لكن هل وعينا وهل تأملنا وهل أخذنا الفائدة من هذا الكلام، من هذه القصة؟ قال أنا قتلت 99 نفس، هل لي توبة؟ أنت وش سويت؟ وش سويت؟ هذا الرجل قتل 99 نفس الآن. فقال العابد ما لك من توبة، ما لك توبة. فسحب السيف وقص رأسه. كمل فيه كم؟ 100. قتل 100 نفس، قتل 100 نفس. يا زاني، يا سامع الأغاني، هذا الرجل قتل 99 نفس، قتل 100 نفس وجاء إلى الله عز وجل وأنا بلا ملك الملوك جل وعلا. وأنيبوا إلى ربكم. تبي تعرف الإنابة؟ هذا يبحث عن التوبة، يبحث عن مغفرة الله تبارك وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. Yeah.
وش تروح عليه؟ هل أنت نائب إلى الله؟ اجعلوا هذا اليوم من أيام بريدة، اجعلوا هذا اليوم توبة لله تبارك وتعالى. والله يا أخوان مالنا غير الله، والله مالنا غير الله، والله مالنا غير الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع اسمع شو يقول، يقول والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ولو أن طالع الموضوع لكن اسمع، والذي نفسي بيده لتهاون بأوامر الله تبارك وتعالى، والذي نفسي بيده، من الذي يقصد؟ محمد عليه الصلاة والسلام، لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا فتدعونه فلا يستجاب لكم. لنا شهر وأكثر من شهر ندعو الله، ليه؟ الذنوب والمعاصي خيمت على تلك القلوب. الله تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لما ذهب هذا الرجل إلى تلك القرية أمر الله ملك الموت أن يقبض روح هذا الرجل، قبض روحه، هو نائب إلى الله تبارك وتعالى، تائب راجع. أنت لما تطلع من هذا الباب، هل أنت وأنت خارج من هذا الباب هل تعلنها توبة لله؟ هل إذا أتاك ملك الموت وأخذ روحك هل أنت تائب إلى الله؟ أم كلام طاعة هذه؟ أم كلام المجلس هذا؟ أم كلام اللي يتكلمون هني فاضي؟ شوف أنت مقبل عليه، والله بتموت، والله بتموت، والذي رفع السماء والله بتموت. لكن المصيبة يا أخوان أننا لا نعلم متى نرحل إلى الله. والله يا أخوان تدري المصيبة وين؟ أننا بنموت لكن ما ندري متى نموت. هل تعلم لو أن هذه اللحظة بعد دقائق موتك وش تقابل الله فيه؟ ما لنا وجه والله نقابل الله، وهذه معاصينا، وهذه ذنوبنا، وهذه جوالاتنا، فيها من المقاطع ما الله به عليم، وفيها من الأغاني ما الله به عليم، وهذه القلوب فيها بالتعلق بالناس ما الله به عليم. يا ويلك يا ويلك إن لم ترجع إلى الله. وأنيبوا يا أخوان، لما مات هذا الرجل تخالفت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. شوف رحمة الله عز وجل طوى الأرض لهذا الرجل، قيل لهذه لأرض الفساد أن تباعدي، وقيل لأرض الرحمة أن لأهل الخير أن تقاربوا. أختم بهذه الآيات، الوقت تأخر علينا، لكن اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى، واجعل هذه التوبة التي تحدث بها نفسك الآن من هذه الآيات. الله عز وجل يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وتعالى وقبل توبته. أنت سويت شيء بسيط، توب إلى الله.
وارجع إلى الله. أحبتي بالله، ما بعد هذا الكلام كلام، والله إن لم نتعب من هذه الليلة ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى فلنصلي على أنفسنا صلاة ميت، لأننا ميتين. فلذلك أحبتي في الله لابد أن نعي هذا الكلام، وأن الله مهما عملت فهو والله يقبلك ويفرح بتوبتك. بل جاء في الأثر أن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، يبي يتوب، يبي يغير، يبدل، وهو يقول يا رب يا رب، والملائكة يحجبون صوته حتى الله ما يغفر ذنوبه، لكن ما من يا رب يا رب اشهدك اني تائب، والملائكة يحجبون صوته، يا رب يا رب والملائكة يحجبون صوته. ثم قال ربي أرحم الراحمين، تدخلت رحمة أرحم الراحمين، قال يا ملائكتي إلى متى وأنتم تحجبون صوت عبدي عني؟ علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب، اشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فأحبتي بالله علينا أن نقبل الله من هذه الليلة. سائل يسأل يقول هل الذنوب إذا فعلناها ومتنا ونحن من أهل الجنة؟ وهذا من حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يدعون ذلك. وكما قال الحسن البصري هذا ظن الكذابين، والله يقول الحسن لو إنهم أحسن الظن لعملوا. هل الله يذكرنا بهذه الذنوب، بالزنا وتلك المعاصي والغدرات والفجرات؟ نعم يذكرك الله بهذه الذنوب، حتى إن الله سبحانه وتعالى لما تكون هذه الجلسة مع رب العزة والجلال، كل منا إلا إذا كنا من الجنة، ونسأل الله من فضله، كل واحد يكون له جلسة خاصة مع الله، ثم يقول لك الله يا عبدي تذكر ذنب كذا وكذا في مكان كذا وكذا في ساعة كذا وكذا، يذكره الله بغدراته وفجراته، ثم يطأطأ رأس العبد استحياء من الله، ثم يقول يا ربي ألم تغفر لي يا رب، ألم تغفرها لي يا رب، ثم يضحك الرب سبحانه وتعالى ضحكة تليق بجلاله وعظم سلطانه، والله لا نعدم من رب يضحك. ثم يقول الله للعبد يا عبدي لو لم أغفرها لك لما بلغت هذه المنزلة. فأسأل الله جل وعلا أن يحاسبنا وإياكم حسابا يسيرا، لأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء. بعضهم يستغرب، الرسول كان يدعو بهذا الدعاء ويقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. تقول عائشة يا رسول الله كيف تقول هذا الدعاء؟ قال يا عائشة الحساب اليسير أن ينظر الله في كتاب العبد ثم يغفرها له، ولكن يا عائشة من نوقش عذب أو هلك. اللي ناقشه الله على كل ذنب وكل معصية وكل نظرة هذا أبشره بالهلاك والويل والذبور يوم القيامة، يصيح بأعلى صوته يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم يغضب الرب ويقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، قضيته جريمته أنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ختاما نختم بهذه القصيدة الوعظية مع أخونا فيصل الدهمش. زفر خير إن شاء الله. يا ربنا عندي ذنوب وخطايا، يا ربنا عندي ذنوب وخطايا، قصرت علي من بعد منا الخطاوي، هموم صاحت بلحشة من بلايا، ما كنا هلا ذيب بالصدر عاوي، من غيرك ارجي واستمد القوايا، ومن غيرك اللي للصعيبات قاوي، كل يبي يارد حياض المنايا، من قبل الله ياخذ جميع المناوي، يا رب سترك يوم احد معايا، ولاني من املاك المشاريع حاوي، ما ينفع عن كثر الهلا والتحايا، وبدنيتي لاقيل
حر النداوي غير الكفن والطيب هن العطايا وسط القبور النازحات الخواوي. الان في سؤال وعليه هذا الجوال. جوال قيم وسعره غالي. السؤال يقول: من يعطينا حديث أو جزء منه ذكرته في أول الكلمة؟ وحديث عظيم جدا. يلا يا رسول. ها. لا في حديث بداية الكلمة. واضح. لا الشيخ وعقبه. تعال شوف. تفضل يلا. عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. ما شاء الله خاصك ما قصرت اشتاق. هذا الأخ يسأل سؤال. يا أخوان عندنا قضية. هذا الأخ يسأل سؤال يوان أديته، ولكن أخالط ناس من هالدين المطالعة وأجد منهم بعض تصرفات. الجواب لك ولغيرك ولي وكل من يشاهد: لا تجعل قدوتك مطوع ولا شيخ ولا دكتور لأنك تتعب، وهؤلاء بشر. لكن اسمع الجواب، اجعل قدوتك من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة ايش؟ خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ايش قال بعدها؟ عضوا عليها، عضوا عليها بالنواف، عض عليها. يا جماعة لا تخلي قدوتك شخص، خل قدوتك محمد، لأنه هو المعصوم، لأنه هو الصادق المصدوق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وكل من حضر وكل من ساهم في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأله جل وعلا أن يقال لنا في آخر المجلس: قوم مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.